هاد الحادثه اللي وقعت اخر اليوم وقعت مره اخرى قبل، كانت واحد الرموك غادي بحال هكا عند الكلوران ديالو وحده وصل جاي وراجل ما عرفت من براني ماشي ولا هادو بيني برا ماشي من هنا وما شوفوش جروح فهاد البلاصه نفس البلاصه ونفس سميتو. ولا تقدر راه ما كاينش برا كيعلموا الناس براني ما كاينش برا بعاد على البلاصه كيعلموا ان كاينه واحد القنطره ما خصكش تجاوز واحد العلو ديال كما تيقولوا فهمتي 4 متر خصك ما يكونش عندك اكثر من 4 متر يكون قل عاد دوز من هنا فهمتي هذا هو المشكل اللي كاين. كون عندك قلب كون عندك 2 متر 3 متر عندك دوز من هنا 4 متر ممنوع دوز من هنا لان الطريق القنطره حاضره ما كتسمحش فهمتي اخويا القنطره حاضره ما كتسمحش اللي عنده العلو بزاف يدوز. هذا هو اللي كاين في هذا الامر اخي اسمع هاد الحادثه هذه اللي وقعت هنايا كنا غادي الصباح مع 10 ان شاء الله للمدرسه غادي نقراو شي بان لينا هذا الرموك دايز من هنا وطاح ولان ما كاينش شي بلاكه اللي كتبين لنا بلي قنطره صغيره فهمتوني خصنا ضروري يديروا شي حل لهاد القنطره هذه ماشي حيت اول مره كتوقع هاد الحادثه هذه ثاني مره